أشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى احتفال الدول النامية مع اختتام محادثات المناخ الحاسمة باتفاق تاريخي بشأن أهم أهدافها المناخية، وهو إنشاء صندوق عالمي للخسائر والأضرار يقدم مساعدة مالية للدول الفقيرة المنكوبة بكارثة مناخية. أضافت الصحيفة البريطانية أنه تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نقطة تحول تعترف بأوجه عدم المساواة الهائلة في أزمة المناخ. ونقلت The Guardian عن وزير الخارجية رئيس قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 سامح شكري قوله إنهم عملوا على مدار الساعة ليلا ونهارا، مضيفا أنهم متحدون في العمل من أجل مكسب واحد وهدف واحد مشترك. Mm-hmm.